أزيد من 200 ألف تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفق إحصائية جديدة صادرة عن وزارة الصحة الموريتانية. وتحدثت إحصائية وزارة الصحة عن أن نحو 441 تلقوا الجرعة الأولى خلال اليوم الأخير، فيما تلقى 58 الجرعة الثانية من اللقاح في نفس اليوم. وبلغ مجموع من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من 20 ألف شخص على عموم التراب الموريتاني. وتأتي الإحصائيات الجديدة بين يدي تحضير الوزارة لإطلاق حملة واسعة للتلقيح تستهدف تلقيح 300 ألف شخص، وتستمر أسبوعا في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات منذ إعلان البلاد عن موجة ثالثة مردها ظهور سلالات متحورة، حيث وصفت الحكومة بالأكثر فتكا والأسرع انتشارا. الحملة الوطنية للتلقيح المتوقعة تصدرت اجتماعا ترأسه وزير الصحة والداخلية عن بعد، وضم ولاة ولايات وشرطة 3 الولايات الداخلية إضافة إلى المديرين الجهويين للصحة، حيث وجهت الدعوة للطواقم الجهوية والمركزية للانخراط في إنجاحها والسهر على تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكد المدير العام للصحة على هامش الاجتماع أن التلقيح خلال الحملة سيكون مفتوحا أمام مختلف الأشخاص الذين تجاوزوا 18 فما فوق، مضيفا أن اللقاح سيكون متوفرا في جميع المنشآت الصحية. سبقا أكدت اللجنة الوزارية تسريع عملية التلقيح في المؤسسات العمومية لتطعيم منتسبها، وما تفتأ اللجنة تستنهض همم المواطنين من أجل الإقبال على مراكز التلقيح باعتباره الوسيلة الوحيدة للوقاية من الفيروس. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين المجاهرين بعدم اتباع الإجراءات، شملت فرض غرامات على من لم يرتدي كمامة في الأماكن العامة.